بمجرد أن يدخل يبدأ هذا المخدر يعبث ويخرب الجملة العصبية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا السؤال وردنا عن موضوع الشباب والمخدرات. بعض الشباب طبعا يتهور ويسلك هذا الطريق وهو لا يعلم أنه يدمر نفسه أولا. أنا اليوم أيها الأحبة لن أجيب بمنطق ديني أو إسلامي أو شرعي أو الخوف من جهنم وغير ذلك، مع أن هذا موجود، ولكن سأجيب عن طريق العلم وعن طريق المصلحة الشخصية. يعني أنت تريد مصلحتك الشخصية أيها الإنسان، ما يحقق سعادتك ورفاهيتك وما يحقق الصحة والصحة الجيدة لك والحياة السعيدة، هذا هو الذي يطمح له كل إنسان. المخدر ماذا يفعل؟ انظروا أحبتي في الله، أنا أخاطب الشباب تحديدا، أول يعني بداية دخول هذا المخدر إلى جوف الإنسان، سواء استنشقه أو مع مشروب معين أو بأي طريقة أخرى، بمجرد أن يدخل يبدأ هذا المخدر يعبث ويخرب الجملة العصبية. لذلك يفقدك الإحساس، يفقدك، ينسيك الهموم والمشاكل، وتدخل في نوبة من السعادة الظاهرية. أنت تظن أنك سعيد، ولكن أنت دمرت هذه المراكز التي خلقها الله لتعالج بها المشاكل. لذلك نجد أن الذي يدمن على المخدرات، منطقة الناصية هنا أحبتي في الله، وهذه دراسة قامت بها جامعات غربية، منطقة الناصية من الدماغ، أي مقدمة الدماغ هنا في الأعلى وراء الجبهة، هذه اسمها الناصية، بريفرونتال لوب، هذه المنطقة تدمر بفعل تناول المخدرات أو المسكرات والخمور، نفس التأثير. هذه المنطقة ما هي أهميتها؟ يعني لماذا نحن نركز على هذه المنطقة؟ لأن هذه المنطقة مسؤولة أساسا عن ماذا؟ عن القيادة والتحكم والإبداع والسلوك. يعني أنا عندما أريد أن أتخذ قرار معين، اتخاذ القرار أيها الأحبة يتم في هذه المنطقة، فيجب عليك أيها الشاب أن تنشط هذه المنطقة. هذه المنطقة تنشط أثناء الصلاة، سبحان الله، أثناء التأمل والخشوع، أثناء تدبر القرآن، تنشط أثناء التفكير العميق، ولكن هذه المخدرات تدمر هذه المنطقة وتفقدها القدرة على اتخاذ القرار. فتجد أن مدمن المخدرات لا يأخذ قرار صحيح، يمكن أن يذهب في طريق الاغتصاب، يذهب في طريق السرقة. لماذا؟ لأن التحكم هنا أصبح معدوما. مثال على ذلك، السيارة لها فرامل، لها مكابح توقفها في حالة الخطر. أتحداك أن تقود سيارة من دون فرامل لمدة نصف ساعة، لا تستطيع. المخدرات تجعلك مثل السيارة من دون فرامل، لأن الفرامل هنا، مركز التحكم هنا، مركز القيادة هنا، المركز هنا أيها الأحبة. فعندما دمرت هذا المركز بفعل تناول هذه المخدرات وحتى المسكرات نفس الشيء أيها الأحبة، الخمور أيضا ولعب القمار أيضا، مشاهدة الأفلام الإباحية تفعل نفس الأثر، سبحان الله. يعني من رحمة الله بعباده أنه جعل لكل هذه المحرمات الضرار تراها بعينك لتبتعد عنها، لتنفر منها. فهذه المخدرات تفقدك القدرة على اتخاذ القرار السليم. ستمارس العنف المنزلي في منزلك، ستثير العداوة والبغضاء بينك وبين الناس، ستدمر حياتك. لماذا؟ يعني ما هو المقابل؟ لا شيء، هو دمار فقط. لذلك أنا أنصح الحقيقة كل إنسان أن يحذر ويحذر الآخرين، يحذر أبنائه،
وعلى الأقل أن تعلم ما الذي يحدث في جسدك فقط. اعلم عندما تأخذ هذه المادة ما الذي يحدث. طبعا أنا تحدثت فقط عن منطقة الناصية، هناك آثار على الكبد خطيرة جدا، آثار على القلب، آثار على الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء وغير ذلك، آثار على الدورة الدموية، وآثار مدمرة على نظام عمل القلب. لذلك أيها الأحبة، تريد الحياة الطيبة، ابتعد عن كل ما حرمه الله. سأختم بآية واحدة، قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.